جيت لشوفك ما لقيتك. كنت بالمعمل، رحت شوف المساطر الأولى من الرسومات. فهمت، بقى ضغطت عليك كتير، مو هيك زينب؟ ما في إلا عم بتدور حوالي. مو هيك الموضوع. قلتي لها شي واقتنعت، شو هو؟ قلت لها إنه فيروز هي اللي عم تخربط الأمور، ولأنها بتعرف الوضع اللي بيني وبين عمر بدها تستخدمني كورقة، واقتنعت. مرة وأنا عند عمر إجت فيروز لهنيك، شافتنا وغارت مني وعملت لنا مشكلة، وبانا بتعرف هذا الشي طبعا، والبنت على أساس إنه بدها تخدمني. أصلا هي ما بتحبني وبتضلها تحكي طالع نازل، يعني كذبت عليها وبس. فهمت، معناتها ما في ولا مشكلة. يلا بلا ما أعطلك. طيب ما بدك تسألني إذا كان في شي بيني وبين عمر؟ هاي حياتك وانت حرة فيها. يعني قصدك إنه مالك علاقة فيني بنوم؟ لا أنا مو هيك قصدي، أصلا ما فكرت إنه في شي بينك وبينه لأني بعرفك. لا مو مزبوط، في شي. منيح، ألف مبروك. شكرا. المهم شو رح تساوي اليوم؟ كمان رح تشتغل لوقت متأخر؟ طالع بعد شوي لأنه بدي مر على المشفى. يعطيك العافية. تسلم. معدن الكروم هذا كان استثمار كتير مغري، وكان ضروري نتمسك فيه. بالبداية كان عم يجيب أرباح فوق التوقع، وبعدين انقلب الوضع كله. طلع المعدن مانو مربح مثل ما تسوق بالبداية. غرقتي؟ غرقت. قديش يعني خسرتي؟ عفوا، خسرنا 100 مليون دولار. ماما انت شو عم تحكي؟ متخيلة شو يعني هذا المبلغ؟ وبعدين لعبتوا بالحسابات؟ لأنه بالميزانيات يلي قدمتوها للشركاء هذا المبلغ مانو موجود بنو. أنا رح له. إمتى؟ نسيتي عملية التفتيش؟ من وين رح نجيب المصاري؟ نحن اتفقنا مع شركة مساهمة وهي رح تشتري كل الأسهم حسب سعر البورصة، وموعد دفع المصاري قبل التفتيش، وطبعاً هنن رح يعرضوها على السوق بسعر أغلى. لكن ماما أنا ما عم صدق اللي صار. ماما ما بيجوز. بالأول كان لازم نتخلص من هالوضع بأسرع وقت، وأنا كرمال هيك قلت له لبدر، هو الشخص الوحيد اللي ممكن أوثق فيه. وأنا وين رح؟ أنتي كان لازم تضلي بعيدة عن الموضوع، بترجاك فهميني. أهل فهميني. أنا شو عملت لحتى تعامليني بهالطريقة هاي؟ حاسة ما في شي بحياتي بيخصني لإلي، لا زوجي ولا أخي ولا البيبي اللي ببطني. أنا مالي حدا وما في حدا أوثق فيه. رجاءً بانا. طيب أنا بمين بدي أوثق بعد اليوم؟ على أساس أنت اللي واقفة جنبي؟ أنت كذبتي علي وساويتي فيني هالشي هاد. لو سمحتي بانا أهدي شوي، الشي اللي ساويته لمصلحتنا. بتصرفك هاد رح تخلينا نخسر الشركة ورح ندخل السجن كلياتنا. مستحيل خلي الشركة تروح من بين إيدينا، ما رح يصير هيك شي أبدا. لو سمحتي اللابتوب تبعي ضل بالمكتب. ماشي بابا، ماشي. حتى لو صار بيع لا تخاف يا بابا، شركتنا ما أنا موجودة بهي الصفقة. طيب
لا يكون لك فكر بنوب. أساسا أنا رح أعمل شيء قبل التفتيش. بخاطرك. مهند، مثل ما توقعت كل شيء موجود بكمبيوتر بدر، حتى بالبيت ما عم يتركه من ايده. نحن المفروض نعرف شو موجود فيه. انا شو قلت لك؟ انت لا تتدخلي. انا حابه اساعدك، انت ليش ما عم تسمح لي يا مهند؟ لاني مو حابب تتدخلي بالمشاكل تبعهم. بدي اتدخل. طلعي فيني ولا تعاندي، عم تفهمي؟ قلت لا يعني لا. اذا كان في شي حدا بهالشركه عم يلف ويدور وعم يساوي شغل مو قانوني، لازم يتعاقب على هالشي. بلكي حريتنا موجودة بكمبيوتره. بس أنا مو مرتبطة حريتي بأي حدا هون. هنن بيستاهلوا عقوبة. بس إذا قصدك هالشي بيفيدنا فمشكلتي غير مشكلتك، ما هيك؟ طيب بشوفك بعدين. عم فكر وقت اللي بيدخل عمر على الحبل اسمه مهند بيك لمين رح يقدم استشاراته. عن جد ممكن اقدم استشاراتي للشرطة، بلكي اخذوني خبير على المحكمة التجارية وشاهد ضدكم. شو؟ انت شو قصدك؟ ليك اذا انا بمسك قشة صغيرة على اي حدا رح اقطع له تذكر على جهنم. ما عم تفهم علي؟ انا كمشت راس الخيط وعلى وشك اسحبه. لك شو عم تقول؟ قال شو مستشار نهى؟ مصدق من كل عقلك؟ مهند انت شو قصدك؟ بنا 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 نهى خانم وين كنتوا؟ كنا بالتراس. صاير معا شي؟ لا بس نفسي عم تلعي شوي. بانا؟ حياتي انت منيحة؟ بانا؟ حبيبتي؟ حبيبتي؟ يا ريت بقدر اتاكد انه فعلا بتحبني. بانا انت شو عم تقولي؟ يا ريتك يا مؤيد.